أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. الاسم بالكامل؟ هشام يحيى فتحي. قبل كده كنت فين؟ هو المقاولين من ساعة ما اتولدت. انا كده اللهم صل على النبي شغال في المقاولين. والسنة اللي فاتت بقى لي 3 سنين كنت في الفيرست في الأول، وجيت السنة اللي فاتت هنا التأمين. ومصر التأمين اللهم صل على النبي فريق كبير واللهم صل على النبي. شايفكم بتلعبوا كورة على الأرض جميلة جدا والله فرقة كويسة، ومن حقها اللي هي تلعب يعني ما استحقاش درجة ثالثة خالص. ومعاكم مدرب جميل كابتن عمرو. وأنت جبت جول النهاردة. الجول الأول الحمد لله. اللهم صل على النبي. يعني وفي سروج أمان كمان تلعب ده لو كان جه كمان كان جميل جدا يعني الحمد لله. والله احنا كلنا بنتعب في الملعب عشان حاجه معينه، اللي احنا كلنا واحد، مفيش مين اللي جاب جون ولا مش مين اللي جاب جون، كلنا في فرقه واحده. طموحك ان شاء الله في الموسم ده احنا باذن الله يعني انا بقول لك مصر التأمين ما تلعبش ثالثه يعني ان شاء الله هنصعد باذن الله. انت طموحك الشخصي؟ لا طموحي الشخصي اكيد اعلى ان انا ارجع ممتاز ثاني، واللعيبه اللي معايا برده في لعيبه كانت بتلعب ممتاز كتير يرجعوا بس ممتاز ثاني ونطلع من اللي احنا فيه بس يعني باذن الله كده نرجع ممتاز يا ممتاز باذن الله. ان شاء الله نشوفك في الممتاز ان شاء الله مع الفرقه الكبيره ان شاء الله، وانت تشتغل فريق كبير حبيبي واخد بالك. ومسك الاعلى مين بقى في مصر؟ هو الجمعه مع انك انت مش في جسمه بس هو مثلا بحبه. ربنا يخليك ربنا يخليك. سعيد جدا بلقائك يا كابتن، وان شاء الله اللي هتشوفه على اليوتيوب ان شاء الله وقناه ليك والقناه بتاعتي ان شاء الله. ماشي فرصه سعيده حبيبي يا كابتن. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.